كلوب إكسبرس. مهدي كاتو كامل الفريق كلوب إكسبرس يرجعوا لكم في موسم جديد في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة من 5 إلى 7. مواكبة للأخبار الوطنية والعالمية وتحليل الأهم المستجدات السياسية والاقتصادية وعودة على أبرز الأحداث الرياضية والثقافية بحضور كل الفاعلين والمحللين. كلوب إكسبرس. فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين في اخر جزء من حصتنا اليوم. نستقبل المدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم سي صغير زويتا. سي صغير، اهلا بك. وبيك سيدي، مرحبا بك وبكل مستمعين اكسبريس. مرحبا بك سي صغير. دونك منذ 3 أيام تقريبا الجامعه التونسيه هبطت بلاغ على صفحتها الرسميه على الفيسبوك في اخبار صعيب شوية نقوله، قوي شوية تظلمنا به شوية، هو إيقاف بطولة الشبان الموسم الجاري بسبب كوفيد 19. أكيد الديسيزيون هذا تخذ بالتشاور مع الإدارة الفنية والمدير الفني السيد صغير زويتا. الأسباب والتفاصيل نحب ناخذ من عندك أنت سي صغير. يعطيك الصحة، احنا الجامعة راهي تخدم وفانديوز معنا، حتى قرارات تخرج دون التشاور. تبدأ في بالك اللي المكتب الجامعي منذ الجائحة ومنذ الكوفيد الفترة الأولى والمرحلة الأولى خذينا قرارات وعملنا دراسات وكنا نتابع، وبعد توقف البطولة نتاع الشبان خممنا في الظرف كيفاش لازم نمنعه لماكسيموم بوسيبل، وعملنا دي سيونس ا ديستانس. الجامعة عملت معناها خطاب لتدعيم الفرق الشبان عن طريق اللاعب اللي ما عندهمش إمكانيات معدين بدنيين ونتاع مدربين. بعدين كيف عملنا تشاور على مستوى خبراء دوليين على كيفية العودة تدريجية للنشاط، نعرف اللي رو التوقف شهرين وثلاثة شهور يترتب عليه عودة خاصة، هذا يكون خدمناه. ثم في مرحلة ثانية قلنا البطولة كيفية عودة نشاط البطولة، وقت اللي بدينا نخموا على نشاط البطولة رجعت الموجة الثانية. الموجة الثانية نتاع الكوفيد هذه خلتنا بالتشاور كيف كيف أنه ارتأينا في الأخير أنه يقع تقسيم بطولة الشبان، تغيير النهج اللي هو كنا مش نخدمه عليه اللي هو الصعود والنزول، ارتأينا انه ناخذ قرار ثاني اللي هو بطولة الشبان من مجموعات، والمجموعات هذه تكون جهوية وليست وطنية حتى نضمن التباعد ونضمن عدم انتقال من منطقة إلى منطقة. في الأخير الهدف بتاعنا هو تحييد أولادنا من المرض هذايا، وتعرف اللي انت وليدات صغار هذوما اللي هما يكونوا معرضين أكثر لأنه ما فماش بروتوكول صحي معناها ملتزمين به 100%. المرحلة هذه إلى حد الآن. ثم القرار الثاني أنه توخير البطولة هذه إلى 4 أكتوبر، وخرناها إلى 4 أكتوبر. جات بعد 4 أكتوبر قرارات الوزارة، والظرف كيف كيف ماشي يتعكر، والأرقام قاعدة تكبر والأرقام أصبحت مفزعة. صار توخير النشاط وتوقيف النشاط على جميع الرياضات مش كان كرة القدم. هذايا حطنا في مرحلة أخرى من التشاور، وقع دعوة حتى ودادية المدربين، وعملت اجتماع أنا وسيد رئيس الجامعة ورئيس الودادية وحضور 4 من اللجان الودادية، ودرسنا الموضوع. الموقف ما كان سهل، الموقف صعب، لكن اللي ديما في الأخير هو عن مضض، لكن دائما عندنا مصلحة الوليدات الصغار هذه في الميزان. تعرف اللي انت حتى حد ما هو قادر انه يضمن سلامة الوليدات هذوما، اخويا 6000 مباراة او 7000 مباراة شبان ل 33000 شاب ماهيش سهلة. وشكون اللي نجم يضمن المسابقات هذه؟ المسؤولية ليست مسؤولية الجامعة التونسية لكرة القدم فقط، وانما هي مسؤولية الهياكل كذلك. احنا كجامعة التونسية لكرة القدم وقع دعم النوادي في الكريز هذه وفي الأزمة هذه، وقع ضخ أموال وضخ واجتماعات مع الفنيين، شفنا أنه بصراحة ليست كل النوادي مستعدة لتأمين حتى باظات ولا ترفجال. يعني في الأخير احنا لهنا خفنا من الريسك. علاش احنا نقاوموا بعد ما يتيح الفاس في الراس نقولوا يا ليت ناخذينا قرار من نوع هذا؟ القرارات الكلها اللي هي قرارات ليست معناها قرارات تقول انت جازمة، لأنه في الأخير إذا كان غدوة بقدرة الله من هنا لشهر ديسمبر ولا جانفي الوداء هذا يخف وتهدى الدنيا، بوركوبا نجم نرجعوا الكونتيتيسيون. نجم نرجع معناها إيقاف مش نهائي معناها. يخي أكتيالمون احنا وقفنا البطولة مبدئيا معناها، واضح. لكن خلينا نكلمك خويا، راه ما تسمعش الكلام، راه ثم ناس غير قادرة على تأمين المسابقات هذه.
وثم جمعيات غير قادرة على تأمين حتى نشاط الفرق الأولى لأنه ما عندهمش إمكانيات. أنت البلديات ما عادش تعطي سبونسيون، الولاية ما تعطي سبونسيون، الوزارة ما عادش تعطي سبونسيون، من شكون باش يتحمل الهياكل هذه؟ الهياكل ماهيش تابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، الهياكل هذه راهي في الدولة ويلزم في الأزمة هذه ندعموا الهياكل، ندعموا الجمعيات نتاعنا بإمكانيات أكثر، لأنه في الأخير ما نجموش نتحملوا مسابقات الشبان تو في الفرق الأولى الجامعة قاعدة تضخ في الفلوس وتتابع ووقف على الموضوع هذا. جستمون هذا سؤالي. سؤالي. هل أنه الشرطة تأمن المباريات؟ هل أنه الصحة لازم تأمن؟ هل أنه الحماية المدنية لازم تأمن؟ هل أنه البلديات يلزموا يأمنوا؟ هل أنه الفيستيرات كلها تتعقب؟ سي صغير. كبير لازم الوليدات هذوما يروحوا لديارهم يزيدوا يعملوا كونتاميناسيون لوالديهم، مش معقول هذا. هنا سؤالي. هنا سؤالي سي صغير، شنو الفرق مع الاكابر؟ علاش ما نشوفوش مثلا نستناو بطوله اكابر تتوقف مثلا؟ نجم فما ريسك هذا، معناها شنو الفرق بين الشبان والاكابر؟ فما فرق كبير بين الشبان والاكابر. انا ما فهمتش كيفاش السؤال في حد ذاته ما تطرحش الموضوع هذا. علاش؟ اسمهم اكابر والاخرين اسمهم شبان. اي علاش؟ اما كورونا اما الكوفيد ما يفرقش بين الصغير والكبير. يعطيك الصحه برافو عليك، لكن الكبير خويا الكبير ولا يعرف يعمل بادات، الكبير ولا يعرف يعقم، الكبير يعرف يعمل الجيل، الكبير يعرف التباعد، يعرف على التباعد. انت توا شوف انت المدرسه يقراوا نهار بنهار والارقام قاعده تضعف من يوم الى اخر ما بين المربين وما بين التلامذه. تصور انت الوليدات هذوما يحتكوا ببعضهم وكل واحد جاي من مكان وكل واحد جاي من دار وكل واحد جاي من بيئه ويقع الاحتكاك هذايا وتتصعد الامور. هل انك انت تتحمل المسؤوليه نتاع المسابقات؟ شكون عطيني شكون يتحمل المسؤوليه نتاع المسابقات؟ بني واحد يتحمل المسؤوليه وغدوه رجعوا المباريات. سي صغير شنو انت؟ يكون انسان يكون حكيم راهو، مش حكايه عناد ولا حكايه اي ولا لا وعلاش يوقفوا الشبان. الشبان لازم يبقوا يتمرنوا في جهاتهم. احنا قلنا راهو بعد الاجتماع اللي صار مع الوداديه نتاع المدربين ومع السيد رئيس الجامعه، قلنا الاداره الفنيه تقترح انه يقع بعد بالطبيعه بالتشاور مع المديرين الفنيين والاطارات الفنيه بالنسبه للمنتخب البطوله المحترفه، لكن بالنسبه للانديه الجهويه والانديه الهاويه باش يقع التواصل مع المسؤولين ودعمهم ومعناها سندهم واسنادهم من خلال اقتراح بعض الدورات التنشيطيه اللي في التمارين اللي ما يكونش فيها تنقل، ما يكونش فيها احتكاك بين ناس اخرين. باهي سي صغير، ما فهمتش بك تشالنج شويه، ما عطيناش حتى موقف راهو، ما قلناش لا معاكم لا ضدكم. لا انا مستغرب من اللي يقول كيفاش الموقف هذايا معناها توقيف بطوله الشبان كون في لا فان دي مون. اي ما قلناش لهنا، ما حابين نسمعوا، حابين نسمعوا صعيب راهو، جست حابين نسمعوا الموقف نتاعكم معناها. باهي عام تكوين عام بطولات، شنو التاثير على التكوين نتاع اللاعبيه خاصه ديما نحكيو من التكوين؟ كبير ياسر. احنا قلنا رانا في بدايه المتابعه للنشاط نتاع الاداره الفنيه، رانا احنا من شهر مارس وصلنا تواصلنا مع خبراء من 5 قارات وعملنا ديوبينير ادفانس من 5 قارات وتواصلنا مع المعدين البدنيين نتاع تونس كامله، وقلنا راهو هذا باش يترتب عليه برشا 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 نقص وباش يترتب عليه برشا ضعف على مستوى التكوين بالنسبه للصغيرات نتاعنا. لكن احنا اش عملنا هنا؟ بينا عملنا اون اوتر استراتيجي هي لو ديفلوبمون دو ليليت، على الاقل قلنا نضمنوا تطوير النخبه، لانه في نهايه الامر نخبتنا بدون مسابقات ما نجموش نطورها. نعرفوا اللي بطوله الشبان هي الرافد وهي المدعم لمنتخباتنا، لكن في الوضع اللي نعانيو فيه توا ما عندكش حتى خيار. ومكره اخاك لا بطل، ما خيناش قرارات احنا شماته في الوليدات الصغار. صحيح. احنا باش نامنوا الوليدات الصغار خذينا القرارات هذه. باهي منتخبنا عنده ايشيونس هامه اللي هي الشهر الجاي تصفيات كاس افريقيا، ما مدى تاثير القرار هذا على المنتخب وعلى تحضيرات المنتخب؟ تحكي على الفريق الاول ولا تحكي على الفريق؟ لا نحكي على الجونيور، نحكي على المنتخب ماهر كنزان. الجونيور يعطيك الصحه، احنا الجونيور ما حبسناش ولا نهار. والتربصات نتاعنا يرتاحوا السبت والاحد. ونعطيك حاجه اخرى، توا انا شوزي دو استراتيجي ما عادش حتى السبت والاحد نسيبوهم. لانه اكتشفنا انه كي يروحوا لديارهم يجيونا من ديارهم بالكوفيد. اليوم مثلا الاستاج اللي فات اكتشفنا واحد، المره هذه اكتشفنا انوتر، يعني هذا عادي طبيعي انه الانسان وقت اللي يتنقل من جهه لجهه يكون معرض لاي عدوى. وبالتالي سياستنا بدلنا، بما انه عندنا استحقاقات دوليه بالنسبه لمنتخب الشباب ومنتخب الناشئين، نعملوا في اللي تيست براتيكمون كل اسبوع. تو تعدينا للمرحله الثانيه اللي هو ما عادش الوليدات يرجعوا لديارهم. بالنسبه مثلا المنتخب 2005 في بورسدريه ما عادش بعثنا البورسدريه باش يخليهم السبت والاحد ونعملوا لهم برامج، والديهم يسون داكور واللي كلوب نتاعهم يسون داكور. بالنسبه ل 2001 اللي هو بعد اسبوعين
باش ندخلوا في الليشيونس نتاعنا اللي هي التصفيات كاس افريقيا زونال عن طريق لوناب في حد شمال افريقيا، ما عادش نسيبوا الوليدات، كنا حتى ماشيين باش نلعبوا مع السعوديه زوج ماتشات وديه قلنا لا فور ايفيتي لي ريس. سبحان الله لو كان مثلا دينا عدوى ولا شيء نرجعوا على كونفينمون تلقى روحك ماكش تلعب المسابقه نتاعك، وبالتالي باش نحافظوا على وليداتنا لهنا بالطبيعه لي تيست كونتينيو فما فيجيلونس كبيره على مستوى التاثير نتاعهم باش بقدره الله نهار اللي تجينا المسابقه هذه نكونوا في صحه جيده بقدره الله وللاستحقاق هذايا ونترشحوا ان شاء الله للكوب دافريكا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي صغير وبالتوفيق ان شاء الله المنتخبات الوطنيه في الشبان ان شاء الله نشوفوهم في كاس افريقيا القادمه ومتالقين فيها. هكا نوصل لنهايه فير بلاي اليوم، شكرا منال السيسي في الاخراج، شكرا الناصر السيكري اللي امنكم البث على اللايف ستريمينغ في الفيسبوك. دوت سويت تجيكم فدوى تركي في الاخبار، اجمل تحيات، اسلام.